بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم طلابنا طلاب الصف الأول الثانوي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معانا إن شاء الله النهاردة في الدرس الثاني في النحو كاد وأخواتها. كاد وأخواتها هي شبه كان وأخواتها بالظبط، لأنها بتعمل نفس عملها. طب ليه ما خدناهاش معاها؟ ليه ما خدناش كاد وأخواتها مع كان وأخواتها؟ قال لي لأنها بتعمل نفس العمل ولكن بشروط، ولها شوية قلق كده، وبعدين بإيه يعني هي خرجت عن طوع كان وأخواتها. فتعالوا نشوف القلق اللي هي عاملاه. تعالوا، كاد وأخواتها بيسموها أفعال المقاربة والرجاء والشروع. بيسموها إيه تاني؟ قال لي بيسموها أفعال المقاربة والرجاء والشروع. يعني إيه يا عم الكلام ده؟ يعني إيه المقاربة؟ تدل على قرب وقوع الحدث، قرب وقوع الحدث. كاد القطار يصل، معناها ان القطر قرب يوصل. طب تمام جدا. الرجاء تمني وقوع الحدث، اتمنى ان الحاجه دي تحصل. زي لما اقول ايه، عسى القطار ان يصل. تمام، يبقى انا بتمنى ان القطر يوصل لي، انما هو لسه ما جاش وما اعرفش هيجي امتى. اما افعال الشروع اللي تدل على بدء وقوع الحدث، بدأ القطار يصل. حلو جدا، حلو جدا. يبقى ده معنى كاد واخواتها. كاد قرب يجي، عسى يا رب يجي، بدأ معناها انه دخل على المحطة هناك. هو انا بدأت اشوفه، وانا بدأت اشوفه. ده معنى افعال المقاربة والرجاء والشروع. لازم زي ما حفظنا كان واخواتها في الدرس اللي فات، نصم كاد واخواتها في الدرس ده. هي افعال المقاربة، كاد، كرب او شكا، الرجاء، عسى، حرى، اخلولق. افعال الشروع، بدأ، اخذ، شرع، انشأ، جعل، طفق، طفق. دي بيسموها افعال المقاربه والرجاء والشروع. طب حلو قوي. الافعال دي احنا اتفقنا وقلنا في اول الكلام بتاعنا ان هي بتعمل عمل كان واخواتها، يعني هي افعال ناقصه ناسخه، ولكنها لا تكون ناقصه ناسخه الا بشرط، وشرط مهم جدا، اتحقق بقت من زيها زي كان واخواتها، ما اتحققش تبقى افعال عاديه جدا. ايه هو بقى الشرط؟ ان ياتي خبرها جملة فعلية فعلها مضارع. يبقى خبرها ما ينفعش يكون مفرد، ما ينفعش يكون جملة اسمية، ما ينفعش يكون شبه جملة، ما ينفعش يكون جملة فعلية فعلها ماضي أو أمر. أمال يعني إيه؟ لازم يكون جملة، خبرها جملة فعلية فعلها مضارع. الله. يبقى كاد وأخواتها عشان تعمل عمل كان زي ما قلت دلوقتي، الشرط بتاعها أن يكون خبرها جملة فعلية فعلها مضارع. في الحالة دي تعمل عمل كان وأخواتها، ترفع المبتدأ ويبقى اسم ليها، وتنصب الخبر ويبقى خبر ليها. زي أخذ الطالب يذاكر، أخذ هنا فعل ناقص، ليه؟ خبرها يذاكر. طب لما أجي أعرب، أخذ فعل ماض مبني على الفتح، الطالب اسم أخذ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، يذاكر جملة الفعلية من الفعل يذاكر، والفاعل الضمير المستتر هو، الجملة الفعلية في محل نصب خبر أخذ، هو ده اللي مكتوب دلوقتي. فعل ماضي مبني على الفتح، الطالب اسم أخذ مرفوع علامة رفعه الضمة، يذاكر فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية في محل نصب خبر أخذ. تمام، تمام جدا. طب لو انا جيت قلبت الدنيا وقلت اخذ الطالب الكتاب، لا، كان اخذ هنا تم. ليه؟ فين الخبر الجمله الفعليه اللي فعله مضارع؟ مش موجود، خلاص. يبقى اخذ فعل ماضي مبني على الفتح، فعل ماض مبني على الفتح عادي جدا، الطالب فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه، الكتاب مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه. في مشكله في الكلام ده؟ يبقى كاد واخواتها كلهم على بعض، سواء افعال مقاربه او رجاء او شروع، جه خبرهم جمله فعليه فعلها مضارع، خش في حضن كان واخواتها، ارفعي المبتدا وانصبي الخبر. ما جاش كده، لا، انت افعال عاديه زيك زي اي فعل، ترفعي فاعل وتنصبي مفعول به. تعالوا نشوف الملحوظه المهمه جدا اللي جايه لنا دلوقتي دي. بيقول لي فيها ان الفعلان كاد
وأوشك، بل هم كاد وكاد وأوشك. قال لي كاد وأوشك أفعال ناقصة التصرف بيستعملان في الماضي والمضارع. طب بقيت الأفعال بتاعتي، بقيت كاد وأخواتها أفعال جامدة. يعني في ملحوظة في غاية الأهمية دلوقتي لازم أخد بالي منها. أي فعل غير كاد وأوشك جه مضارع أو أمر من مجموعة الأفعال اللي كتبناها مش هيبقى من كده وأخواتها؟ لا. حتى لو جه بعديه جملة فعلية فعلها مضارع؟ لا. لأنه هو عشان يبقى يرفع المبتدأ وينصب الخبر لازم يكون فعل جامد، يعني جاي في الماضي فقط. يعني كده وأخواتها لا تعمل إلا في الماضي، عدا بس كده وأوشك تعملان في الماضي والمضارع. يبقى كده وأخواتها لها شرط تاني عشان تبقى أفعال ناقصة، أن تكون ماضي فقط. عدا كاد وأوشك ممكن يبقى ماضي وممكن يبقى مضارع. اتفهمت الحتة دي؟ يعني لما أقول يبدأ المطر في النزول، أو بلاش في النزول، يبدأ المطر ينزل من السماء. وإن كانت هي جملة غريبة شوية إنما صحيحة مش خاطئة. حلو جدا حلو جدا. قال لي جملة زي دي، يبدأ هنا فعل، المطر فاعل. طب ما أنا عندي ينزل من السماء جملة فعلية هي. قال لي ما أنت جبتها مضارع، ما هو بدأ من أفعال الشروع، بس لما يبقى بدأ ماضي ما يبقاش لا مضارع ولا أمر. تمام تمام جدا. تعالوا ننتقل للجزء، ننتقل مع بعض للجزء الثاني من الدرس، وهو حكم اقتران خبر كاد وأخواتها بإن، ونركز فيها يا شباب. ليه؟ لأن دي برضو بتجينا كتير أو بيجينا كتير في الامتحان. إيه حكم اقتران خبر كاد وأخواتها؟ وهنا لازم نحط ده هنا كده، حكم هو حكم أرقوش، أكتر من حكم أرقوش. ليه؟ قال لي لأن كلمة حكم هنا بتعرفني إيه الحكم اللي إنه بيجي يسألني عنه. هل هو واجب؟ ولا يكثر؟ ولا يقل؟ ولا يمتنع؟ يعني أنا عندي أربع أحكام لاقتران خبر، لاقتران خبر كاد وأخواتها بأن. هي مش خبرها جملة فعلية فعلها مضارع؟ ممكن تيجي قبلها أن الناصبة عادي جدا. قال لي بس هو الموضوع كده مش مفتوح، مش بمزاج أي حد، مش بمزاج واحدة منهم تجيب أن وهي جاية معاها. لا يا حبيبتي، أنت طالما اشتغلتي معايا أفعال ناقصة لازم تاخدي بالك أنت إيه وإيه التصريح اللي عندك. زي إيه؟ قال لي يعني عندي يجب اقتران كاد، يجب اقتران خبر حرى وخلولقة بأن. يجب، يجب يعني غصب عني، يعني غصب عنها، غصب عن حرى وخلولقة لازم خبرها يجي معاه. قال لي يجي معاه أن، يجي معاه إيه؟ أن، يجي معاه أن حرى الولد أن يقول الحق. معنى كده أن أنا لو قلت حرى الولد يقول الحق الجملة بتاعتي تبقى غلط ومحتاجة تصويب. لو قلت خلولقة الرجل أن يثبت على الحق صح، طب خلولقة الرجل يثبت على الحق غلط، والجملة بتاعتي تبقى محتاجة إلى تصحيح. نركز يا شباب، نركز مع بعض، نركز شوي عشان الحتة دي بتاعة امتحانات. حرى الطالب أن يعرف موعد الامتحان أولا. طب حرى الطالب يعرف موعد الامتحان، إيه المضي، إيه القضية يعني، إيه المشكلة؟ المشكلة أنها لم ترد هكذا عن العرب، وإحنا بناخد قواعدنا وقوانيننا في النحو من كلام العرب قبل الإسلام وأثناء الإسلام وبعد الإسلام. دي الفترة اللي بناخد منها القواعد بتاعتنا وكيف جاء في القرآن الكريم وجاء في الشعر العربي. طيب الحكم الثاني، قال لي إنه يبقى يكثر. ويكثر يكثر هنا بمعنى يجب. يعني إيه؟ يعني بنسبة 95%. طب يعني لو ما جاتش تتحسب صح، بس لو جت أفضل. لو أن ما جاتش مع أوشك، مع أوشك ومع عسى يكسر. أوشك القطار أن يصل، عسى الولد أن يذاكر. طب لو جت من غيرها وقلت أوشك القطار يصل صح، طب إيه الأصح؟ أن يصل.
أن إيه يصل. يعني لو جابها لي وقال لي صوب الخطأ وجابها لي من غيرها وحطت لي في الاختيارات أن، أخذ المؤن، أخذ الجملة اللي فيها أن. وده هنتعلمه وهنشوفه مع بعض إن شاء الله في تدريباتنا مع بعض على المنصة بإذن الله تعالى. تدريبات الدروس بتاعتنا هتنزل إن شاء الله مع نزول المنصة بإذن الله، فنركز مع بعض. طب تمام جدا، عسى الولد أن يذاكر في المساء، نفس الفكرة. الأفضل إن أنا أقول عسى الولد أن يذاكر، ما أقولش عسى الولد يذاكر. طب لو جات لي يذاكر ومفيش غيرها ومفيش مع أن، يبقى أنا صح، الجملة صحيحة. الحكم الثالث عندي وهو يقل. في حكم يقل انا بقى براحتي، انا بمزاجي. يعني ايه؟ انا احطها ماشي ما احطهاش ماشي، الاثنين سواء. يقل اقتران خبر ان مع كاد وقرب. كاد وقرب، يعني لو انا قلت، لو انا قلت كاد القطار ان يصل، صح، كاد القطار يصل، صح، قرب اليوم ان ينتهي، صح، ينتهي، صح، ما عنديش فيها مشكله. لا، ما عنديش فيها مشكلة. يبقى أقول ثلاث أحكام عندي: يجب مع حرى وخلولقة، يكثر مع عسى وأوشك، يقل مع كاد وقرب. لو أنت كده كنت مركز معايا من البداية هتعرف أن أنا مش فاضلي إلا أفعال الشروع بس، دي اللي أنا ما جبتش سيرتها، يبقى يمتنع معاها كلها. وهو ده، وهو ده اللي هنشوفه دلوقتي مع بعض. هنا نرفع السبورة أهو. يمتنع فين؟ قال لي يمتنع مع خبر، مع خبر أفعال الشروع كاملة يمتنع، ما ينفعش يجي معاها خالص أن. يعني لما أقول بدأنا ندرس اللغة الإنجليزية، لو أنا جيت قبل ندرس هنا حطيت أن، تبقى الجملة بتاعتي غلط. يعني لو أنا قلت كده أهو بدأنا أن ندرس، ده أنت حتى نطقها نفسه تقيل، حتى تحس فيها كده بشيء من الصعوبة في مواصلة الكلام. بدأنا أن ندرس، إيه بدأنا أن ندرس دي؟ يبقى ندرس أن هنا دي غلط، ما ينفعش. جعلنا الصحراء تبوح بأسرارها، أنشأ المهندس يبني البيت، يبقى تاني وبسرعة حكم اقتران خبر، خبر كاد وأخواتها بأن. عندي أربع أحكام، عندي يجب مع حرى وخلولقة، يكثر مع عسى وأوشك، يقل مع كاد وقرب، يمتنع ما يجيش خالص مع أفعال الشروع كاملة، مع أفعال الشروع إيه؟ كاملة. بكده نكون خلصنا شرح درس كاد وأخواتنا النهاردة، وإن شاء الله نتقابل مع بعض على منصة زطب علشان نحل التدريبات بتاعته بالكامل. استنونا، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.